محاولة فيها ملعوبة الآن، تصل إلى تركي الثقفي، لمسة مثالية، تركي نجران، محاولة ملعوبة خطيرة، جول نجران، يعود إلى التعادل في ملعب الأخدود. التعادلات للاتحاد تعود مرة أخرى، الاتحاد يتعادل مرة أخرى بعد الانتصار، بعد فارق هدفين الاتحاد يعود إلى التعادلات. نفسيا الاتحاد يبغي يتعالج، يبغي يتعالج نفسيا، ونجران برافو ينجح للعودة إلى نتيجة التعادل. لما العودة تتجلى أولا بخطأ من الحارس مصطفى ملايكة، يسجل ثانيا نجران الآن هدف التعادل. شوف الفرحة، أوه. الكل فرحان، شوف اللقطة الماضية، يا سلام يا سلام، في غاية المثالية، في غاية الروعة، اللقطة الماضية فيها تمريرة، يا سلام من تركي، لا لا لا، جيبها من الأول، جيبها من الأول، جيبها من الأول، ممكن فيها تسلل على تركي، أو ممكن فيها تسلل اللقطة الماضية على اللاعب البديل محسن النجراني الذي يسجل هدف التعادل. شوف اللقطة الآن، هنا الفرحة